صراحة تفاجأنا بهذا الخبر ديال عادل المسكين الله يرحمه. عيطت لي الأخت ديالي هادي الاثنين في الصباح، اتصلت بيا على الهاتف مع داك العشرة ديال الصباح، قالت لي لوز ديالي قتلوه قتلوه، شكون قتلوه؟ قالت لي كان في مسكين ما كان ديال بعشرة ديالو في سوبر مارشي مع هاد الساعة ديال الجميع اللي كيشدوا فيه المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والبيع والشراية وهادي كلشي كيجمع ديك الساعة هاديك. هاد السيد هذا مسكين كان كيجمع على كيس ديالو، كيجمع ديال السيمانة ليلة الحد مع ليلة الحد كيجمع الوقت ديال السيمانة ديالو باش يعطي المسائل للباترون ديالو باش يا هذيك. من بعد تفاجأ مسكين لقى صافي مع 8 العشية كلشي كيشد الشارع خوا. هاد السيد هذا كان حاط عليه كيشوفوا في هاد الساعة هذه دائما كيجمع على كيس ديالو هادي كيشوف. المهم شني يصور في المعيشة ديالو اليومي وهادي الليلو والمولشي في الاخر هاد السيد هذا كان حط عليه. المهم فهمتي ما عنده لا عداوه معاه، ما عنده حتى شي حاجه على حساب الشهود ديال الجيران اللي تما، لا في الخدمه ديالو ولا في المكان السكنه ديالو ولا هادي. بعد فاجانا بهذا الخبر هذا انه السيد قتلو، جا غفلو ضربوا من اللور، من بعد ضربوا لهنا العنق ديالو بالسلاح الابيض، ضربوا على الفخذ ديالو صافي. من بعد شدو كتفو مسكين مع الاخر صافي، مع دخل عليه القاصح ضربوا بالمضا وهادي، دخل عليه القاصح مسكين صافي ما قدرش باش يوانطر معاه ولا شي حاجه، شدو كتفو. من بعد بقى كيخمل في المحل كيشوف هادي، مشى المهم سرق له اللي كان عنده تماك. واش غنقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. بغينا من الامن ومن الامن والامن، الا كان الامن بصح كنعرفوا الامن، هذا الانسان هذا خصنا يتشد في اقرب وقت، حيتاش الاخوان ديالو والوالده ديالو الله يحسن العون راه في واحد الظروف لا يرتى لها. هذا الانسان هذا بغيناه يتشد في اقرب وقت، هذا المجرم هدايا راه هاد الناس بحال هادومايا راه خصهم العقوبات اقصى عقوبات، ماشي غير عقوبه مخففه ولا شي حاجه، خصهم اقصى عقوبات باش يبقاو عبر الناس اخرين. هاد الانسان هذا لو كان الحكم ديال المسلمين راه خصو يتعدم. هاد الانسان هذا ما يبقاش فوق الكره الارضيه كيدور نهائيا، ماشي يعطوا له 15 سنه ولا 20 سنه ولا 10 سنين ولا، راه كنعرف سيد كان توفى حدايا في المضيق عطوا له 10 سنين دابا هو خرج، راه الله يحسن العون. هادشي هذا راه ما كي فهمتي، هادشي هذا راه كيألم. كنسمعوا هاد مؤخرا بقينا نسمعوا الجرائم بزاف بزاف بزاف، راه ما شاء الله وصف، انا لله وانا اليه راجعون. ولحد الساعة كانوا تما كاين الكاميرات تما في المحل، وكاين الكاميرات ديال واحد القهوة كابوتشينو تما قريبة للسوبر مارشي، راه تشد في الكاميرا، ولكن الإنسان باقي في حالة فرار. بالنسبة للحالة العائلية المرحوم راه أولاد ديالو مساكن ما شاء الله وصف، عنده ثلاثة الأولاد، عنده الولد الصغير عنده شي عام وشي نص، عام ونص مسكين هيداك، عنده البنت الاخرى داك 7 سنين ونص هكا على ما قالت لي الاخت ديالي، والبنت اللي كبيره عندها 9 سنين ونص مسكينه، هو الموعد الواحد ديال الاسره. وعنده مسكين الدار، يلا خد الدار بالكريدي، عنده التريتات، عنده هادي المصاريف ديال الدراري القرايه المصاريف هادي، راه هو رب الاسره، اللي كان هو الواحد اللي كان مول الاسره، هو الواحد اللي كان كيخدم عليهم، هو الواحد اللي كيجيب لهم لقمه العيش. ملي مشى هو راه تمنوا من الله والمحسنين يشوفوا من هذا الانسان هذا ومولداته، ويتعاونوا مع هذا الانسان هذا في الوجه، هذ الوليدات اللي مشاو اللي حتى هما مساكن بقاو يتامى الله يحسن العون. راه حتى حنا عانا وليداتنا وما كنبغاو لهمش شي حاجه، ماشي هي هذيك، راه كما كنبغاوها لولادنا كنبغاوها لولاد الناس. حزينه الزوجه ديالو مسكينه كتطلب من الامن انه هو في اقرب وقت يشدوا هاد المجرم هذايا، وجميع المجرمين اللي في المغرب كامل اللي كيديروا هاد الجرائم بحال هادو، تمنوا من الله ومن الامن ياخذ الحق ديالو في اقرب وقت. هذا الشيء اللي كنتمناو من الله باش نشوفوا الحمد لله المغرب ديالنا مزيان وهادي، ونشوفوا المغرب ماشي في واحد السيره مزيانه، في واحد ما هادشي هذا. راه صراحه راه حنا بيدنا دابا كنخافوا الانسان يخرج في شي ساعه ماشي هي هذيك وهادي، فهمتي؟ حنا حتى على وليداتنا كنخافوا، على وليداتنا كنكونوا كنمارسوا التجاره ديالنا، وملي كنروحوا للدار ديالنا الانسان راه كيمشي مخلوع صراحه، على المسائل اللي كنسمعوا بحال هكا راه الانسان كيمشي مخلوع صراحه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.